السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الغرب بيوصلنا ازاي؟ دي وجهة نظري. الغرب بيوصلنا ازاي؟ قد تكون صح او قد تكون غلط. قوي صعوبة نحتمل خطأ، وقولك خطأ يحتمل صعوب. نقدر نناقش ونقدر نوصل لوجهة نظر ان شاء الله تكون سليمة. لا احد يحتكر الكلام الصح. يعني كان احد الفلاسفة بيقول لك، يعني ربنا اداني قال لي خد العلم كله، فهقول لا يا رب، دي محدش يقدر يتحملها، محدش يستحمل حقيقة كاملة، ومعرف كل شيء غير الله. فقولي ممكن يكون خطأ بنسبة 50%. أنا وجهة نظري إن الغرب وصلنا كأن إحنا الحديقة الخلفية بتاعت البيت بتاعه، أو مقلب زبالة، أو أرض جنبيه بيحاول يستفاد منها قدر الإمكان حتى لو على حسابنا، وبيحاول أي أضرار عنده او اي شنط زبالة بدل ما يرميها في مكان بعيد ممكن يرميها عندنا. تمام، يعني هو ما عندوش مشكلة ان تحصل مشاكل او 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 المهم ان المشاكل دي ما تجيش عنده. لو عايزين تموتوا بعض موتوا بعض براحتكم، المهم المشاكل دي ما تجيلناش. يعني اكتر رئيس امريكي كان بيقول ان هو بيساعد العرب، هو بيساعد بلده. تمام، كان اوباما كان مشكلة سوريا بالنسبة له ورقة ضغط على ايران. لما وقع الاتفاقية مع ايران راح قال للمساعدين بتوعه محدش يتكلم على قضية سوريا، مالناش دعوة اللي بيحصل في سوريا. هو كان بيقول انا بحتكر العرب وهما ما بيعملوش حاجة وما بيفيدوش حاجة والحاجات دي كلها. لما كان في مخلفات موجودة في امريكا، ساعتها كان واحد فيهم جه السادات وقال له احنا عايزين ندفن المخلفات دي، وهندفنها حتة بعيدة وفي الصحراء. طب ما انت عندك صحراء كتيرة في امريكا، ما تحطهاش هناك ليه؟ يعني ايه اللي خليك تحطها عندنا؟ تمام، وكان السادات هيوافق لولا كان اسامة الباز قال له لا، يعني دي هتأثر على المياه الجوفية وهتأثر على صحتنا وهتأثر وهتأثر. هما حاليا كانوا بيقولوا احنا عايزين نسافر للفضاء ونبني بيوت هناك. دلوقتي بدأوا يفكروا في تفكير تاني، طب وليه ما نرميش المخلفات بتاعتنا هناك؟ فهو دلوقتي بدأ يعني هو متعود اصلا ان هو يرمي المخلفات دي في الصحراء بتاعتنا في البلاد بتاعتنا، بس هو خايف ان التأثير هيجي عنده برضه. طب ما نرميها في المريخ او في اي كوكب بعيد عننا وهكذا، اللي هي الحاجات النووية اللي مهما حطيتها في صلب وحاجات زي كده برضه بتأثر على الارض. هو دلوقتي سامح لنا بصناعات معينة نشتغل فيها، ان صناعات التكنولوجيا مقفولة ما نقدرش ندخل فيها، ولو حاولت هيشتريها عشان يتأكد ان مفيش منافسة. تمام، بس احنا مش مستنيين منه اذن، احنا بنشتغل وان شاء الله يعني نقدر نوصل لحاجة كويسة باذن الله. في صناعات كتيرة هو بيسامح لنا بيها لانها فيها قدر كبير جدا من التلوث، فهو بيحاول انها متبقاش عنده، لان هو لما عمل كده وبدأ يطور فيها فوجئ بان الصناعات ديت بتضر البيئة عنده، بتموت الاسماك، بتموت الحيوانات، زي ما حصل في فرنسا اسماك كتيرة ماتت. لو ان في مصانع موجودة طب خلاص نودي المصانع دي في الدول بتاعة الشرق الاوسط وهم يتلوثوا والحيوانات عندهم تموت، مش مشكلة خالص. مثلا في صناعات زي الاسمنت والسيراميك والزجاج والخزف والتكرير بتاع المعادن الأساسية، الكيماويات، الأسمدة، المصافي بتاعة البترول، بلاستيك، الحاجات دي بتضر جامد جدا. فيقول لك طب احنا نعملها، طب ما نخلي الناس دي تعملها وتحصل لهم ضرر، واحنا نحتكر الحاجات القوية، الصناعات اللي بتجيب فلوس اكتر، الصناعات اللي ما فيهاش تلوث، الصناعات النظيفة. تمام، هم حتى بدأوا يفتحوا مصانع في بلاد زي الصين والدول ديت لان هي فيها ضرر شوية وفيها نوع من انواع التكنولوجيا. طب خدوا الجزء اللي فيه ضرر واحنا هنعمل احنا حاجات نظيفة. و يعني حتى الفيسبوك مثلا واخد افضل شركة في انها مع الناس بتوعها وبتاع، بس بتعين ناس كتيرة في بلاد تانية وبتضغط عليهم جامد جدا، بس باسم غير الفيسبوك، وبيشتغلوا في الفيسبوك بس شركات باسم اخرى، بيخلوهم يسهروا بالعشرين ساعة ومفيش حقوق انسانية وحاجات زي كده. هو الناس اللي معاه اللي باسم شركته الاساسية وهو مدلعهم اخر دلع، انما هناك بيضغط عليهم جامد جدا. زي مثلا الايفون، المصنع بتاعه في الدول الاوروبية وكده بيبقى حاجة فخمة جدا، الفرع بتاعه اللي موجود في الصين بيبقى فيه نوع من انواع العبودية والسخرة، وفي ناس محترمة في اوروبا وامريكا
بتعمل حملات معارضة أو حملات مقاطعة للمنتجات اللي فيها تسخير للإنسان أو احتقار الإنسان أو عدم آدمية للإنسان وهكذا. مش بقول إن الغرب كله وحش أو إن الأمريكا كلها وحشة، بنتكلم على متخذي القرار، إنما كأشخاص لا، ناس كويسة وناس محترمة والحاجات دي كلها. وإحنا هما بيشتغلوا لبلدهم وإحنا لازم نشتغل لبلدنا ونعمل أحسن حاجة لبلدنا، ونتمنى إن بلدنا تكون رقم واحد على مستوى العالم بالعلم مش بالكفتة.